عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أحبائي تلاميذ الصف الرابع ابتدائي مدرسة الأمان الأهلية؟ معكم الست نور الهدى، مادة اللغة العربية. اليوم سوف نأخذ قواعد اللغة العربية. عنوان موضوعنا لهذا اليوم الجملة المثبتة والجملة المنفية. الجملة المثبتة هي الجملة التي لم تسبقها أداة نفي، جاء أخوك إلى المدرسة، جملة مثبتة تدل على حصول الفعل. الجملة المنفية هي الجملة التي سبقتها أداة نفي فتحولت من جملة مثبتة إلى جملة منفية. أدوات النفي في هذه المرحلة العمرية سوف نأخذ أداتان نفي فقط، ما أداة النفي ما وأداة النفي لا. إذن في هذه المرحلة العمرية لدينا اثنان من أدوات النفي، ما أداة النفي ما، كذلك أداة النفي لا. أداة النفي ما تدخل على الفعل الماضي، ونحن أخذنا في درس سابق الفعل الماضي هو ما دل على حصول فعل في زمن مضى وانقضى. أما لا تدخل على الفعل المضارع، وقلنا أيضا الفعل المضارع هو حصول عمل في زمن الحاضر. إذا ما تختص بالدخول على الفعل الماضي، أما لا تختص بالدخول على الفعل المضارع. أدوات النفي اثنان، ما ولا، إذا دخلت على الجملة حولتها من جملة مثبتة إلى جملة منفية. مثال: ما درس محمد، ما نفت حصول الفعل، وما دخلت على فعل ماضي، درس فعل ماضي. لا يعمل الشر، لا دخلت على فعل مضارع يعمل، نفت حصول عمل الفعل. حول الجمل المثبتة إلى جمل منفية. أولا: يحب الناس الخبيثة. يحب الناس الخبيثة، بما أنه يحب فعل مضارع تصبح الجملة لا يحب الناس الخبيث، لا يحب الناس الخبيثة. حضر محمد، جملة مثبتة، حضر محمد تدل على حصول الفعل وهو حضور محمد. إذا أردنا أن نحولها إلى جملة منفية تصبح: ما حضر محمد، عندما دخلت ما على الجملة نفت حصول الفعل. يدخل المنافق الجنة، لا يدخل المنافق الجنة. زرت صديقي أمس تدل على حصول الفعل وهو الزيارة. عندما نقوم بنفي الجملة تصبح: ما زرت صديقي، تنفي حصول الفعل، وهنا دخلت ما على الفعل زرت لأنه فعل ماضي. ننتقل أحبائي التلاميذ إلى التدريب. تدريب رقم 1: اقرأ، اكتب ما أو لا في الفراغ المناسب. أولا: عاد المسافر، عاد فعل ماضي، تأخذ أداة النفي ما، تصبح الجملة ما عاد المسافر. ثانيا: ربح التاجر في تجارته، ربح فعل ماضي، أيضا تأخذ أداة النفي ما. ثالثا: يلعب الفريق، يلعب فعل مضارع، فإذا يأخذ أداة النفي لا، تصبح الجملة لا يلعب الفريق. رابعا: يسافر خالد بالطائرة، يسافر فعل مضارع، يأخذ أداة النفي لا، لا يسافر خالد بالطائرة. خامسا: أقطف الزهرة، أيضا فعل مضارع، لا أقطف الزهرة. سادسا: أهمل واجبي، دخلت عليها أداة النفي لا، لأنه أهمل فعل مضارع، تصبح الجملة لا أهمل واجبي. سابعا: ركبت القطار، ركبت فعل ماضي، يأخذ أداة النفي ما، ما ركبت القطار. ثامنا: زرت عمان، زرت فعل ماضي، تدخل عليه أداة النفي ما، فتصبح الجملة ما زرت عمان. ننتقل إلى التدريب رقم 2: أجب عن الأسئلة التالية بكلام مثبت مرة وبكلام منفي مرة أخرى. أولا: هل قطفت زهرة من الحديقة؟ الكلام المثبت: قطفت زهرة من الحديقة،
عند الإثبات. أما عند النفي ما قطفت زهرة من الحديقة. ثانيا هل شاركت في المعرض؟ عندما يكون الجواب مثبت شاركت في المعرض. أما عندما يكون جواب منفي ما شاركت في المعرض. ثالثا هل زرت القاهرة؟ إذا كان الجواب مثبت زرت القاهرة. عندما يكون الجواب منفي ما زرت القاهرة. رابعا هل زاركم أحد أمس؟ زارنا أحد أمس مثبت. ما زارنا أحد أمس منفي. هنا في هذه الجمل نفيت جميع الجمل بما، لأن الفعل ماضي. نفيت جميع الجمل بما لأن الفعل ماضي. تدريب رقم 3 حول الكلام المنفي إلى كلام مثبت. المطلوب تحويل الكلام من منفي إلى مثبت. عند تحويل من مثبت إلى منفي نقوم فقط عزيزي الطالب بحذف أداة النفي. ما لا تحذف من الجملة فقط. أولا ما ودعت صديقي عند سفره. عند تحويل من منفي إلى مثبت، عند التحويل من منفي إلى مثبت تصبح جملة ودعت صديقي عند سفره. ثانيا لا أسافر إلى المصيف. أسافر إلى المصيف. ما شاهد أحمد المباراة تصبح الجملة شاهد أحمد المباراة. لا يأتي سمير لزيارتك تصبح الجملة يأتي سمير لزيارتك. ما تفتحت أزهار الحديقة تصبح الجملة تفتحت أزهار الحديقة. سادسا لا ينبت العشب في الحقل تصبح الجملة ينبت العشب في